أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل الاختراعات الحديثة كالجوال والكمبيوتر وغيرها تدخل ضمن مخلوقات الله جل وعلا؟ ما هو شيء إلا وهو مخلوق لله. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. والله خلقكم وما تعملون. والله خلق المهندس والصانع وخلق الصنع والمصنوع. كل خلق الله سبحانه وتعالى، لا شيء يخرج عن خلق الله جل وعلا. نعم.